لو كان نقول لك واش يشوف الشخص الاعمى غادي تقول لي اللون اسود بدليل احنا كنغمضوا عينينا نشوفوا غير اللون الاسود لكن هذا فقط واحد من بين عشرات انواع الاعمى اللي كان فيها الشخص يشوف من قبل لكن الشخص اللي زاد اعمى ما يشوف حتى شيء حتى اللون الاسود انه في الاساس فاقد للحس والبصر